اليوم بدي افرجيكم زوجين بيعملوا مقالب على يوتيوب. اكثر مقالب تمثيل شفتها بحياتي. يعني انت بتحضرها ولا بتشك بثانية انه الموضوع حقيقي، بس هم عايشين الجو اللي هم بيعملوا مقالب. خلينا نحكي لكم اكثر عن الموضوع. انترو. تعرفوا تعبت، بضل اغير انترو كل اسبوع، واول ما اغيره ايه ولاقي واحد سرقه مني على طول. الى متى احنا العرب حنضل هيك؟ لازم يصير عندكم ابداع اكثر يا جماعه. اليوم بدنا نحكي عن مصطفى شعبان وكريستينا. هذول جماعه مبدعين ما شاء الله، كثير مشاهير على تيك توك، عندهم 3.5 مليون. طيب الفكره انه فيديوهاتهم، شوفوا هذا الفيديو. اود البوتاف مافلوف انا مافلوف يا حضرتك. انا يا سيري 80% من فيديوهاتهم هيك. بالضبط زي هيك، بس هم كثير ناجحين. فعشان افهم ليش هم هيك ناجحين، اضطريت ادخل جوا عقل الشاب العربي وهو بحضر هاي الفيديوهات، وشوفوا شو طلع معي. بتصفح التيك توك، اضل لي انزل وانزل. اوه شو هاد؟ بنت. واو بنت يا زلمه. اوكي في شاب طلع. مين انت ولا هي بتخصني؟ اوكي راح الشاب. والله لغرقك لايكات. هلا بعد ما سفحوا على تيك توك قرروا ينزلوا على يوتيوب. المشكله انهم اجوا على يوتيوب صاروا يعملوا محتوى. وانا حاب اوجه رساله للتيك توكرز اللي بيجوا على يوتيوب، لا تيجوا تعملوا محتوى عندنا، بس احنا مسموح لنا نعمل محتوى عندنا. الفكره انهم صاروا يعملوا مقالب متزوجين. كريستينا ولدت في العربيه، اشتراك مع واحد صاحبي عنده ابلكيشن، حيروح ياخذ شاب ويوصله بدون اي تفاصيل. خلص شاب غريب ما بيعرفه. واول لما هيركب في مفاجاه ان كريستينا حامل وهتولد، صح؟ هو المفروض تولد قريب. انا حامل ما قال لي. انا حامل قوي. بص طب والله انا حامل كمان. طب بص اعمل ايه يعني؟ بس اقسم بالله يعني تمثيلهم. حضرتك انا احط نفسك مكاني لو انا حامل بس. ما اتوقع ما فاهمين كميه الوجع اللي عند الحوامل. لا لا ماليش، انا حامل بس. معلش. انا حامل. ستوب 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 كان. طب اركن ثواني. لا 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 لا. اكثر شيء حبيته الزلمه هذا ولا فكر للحظه انه مثلا يقوم من السياره ويروح يركب سياره ثانيه، او يروح يركب تاكسي او باص او اي شيء. يعني بالعاده لما مثلا انا اركب تاكسي والاقي في الكرسي الخلفي مره بدها تولد، يعني بقوم بروح على تاكسي ثاني يعني. ماشي انا هولد لها يعني. يا باشا حس بينا يا باشا. هولد لها يعني. لا زلمه بعدين قلب كوميديا يعني. اولد لها انا يعني. اولد لها انا يعني. يا مصطفى لا اله الا الله على اليوم الابيض. والله لسه قاعد. زلمه قوم اطلع روح روح يا زلمه. لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا معاك يا حبيبتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اله الا الله، في واحده بتولد ورا. خلصتوا؟ بس اسمح لي. نعم. اوكي حيحكي له هلا انه مقلب، غير شوف صدمته. ده مقلب. نعم. نعم؟ نعم. مقلب؟ واو. اسفين، احنا كنا بنصور. وين بتصور؟ وين الكاميرا؟ على التابلو السيارة؟ قدام كل حدا؟ ضحك. بتعرف لو تعمل هيك جد ببني ادم ما بتعرفه حيخليك انت تولد. انا اوصي حضرتك المكان، احنا اسفين جدا، انا اسمي مصطفى. هذا مقلب يعني، هو اكثر شيء يصدق. في مقلبين ثانيين بدي افرجيكم اياهم. فعندكم حالة كريستينا حرجة ورحنا على المستشفى. كريستينا لا انا ما بعرف يا جماعه، انا حسب علمي الواحد مرات بيكون ماشي على درج ممكن يوقع، بس فيش حدا بيكون واقف هيك جنب الدرج بعدين. واو الله يعينك على هيك وقعه، مش قادر اتخيل الالم. شو مال هاي؟ اتوقع امها لكريستينا. طلع كيف خف عقلها بنتها وقعت. سبحان الله، طبعا كان في مصور بيصورها وهي بتوقع عادي جدا. طبعا مصطفى نايم يعني عادي، بس اللي حبيته انه في كان مصور جوا عم بيصور وهو نايم. بس هيك قاعد بيصور وهو نايم استنى ليصحى. وي وصبتي
مي مشريتي مسرين. بسرعة يا مصطفى، بسرعة مصطفى الحق. ايه اللي حصل؟ مصطفى. طلع حتى يا جماعة كريستينا دورها انها تكون ميتة ومش عارفة تعملها. يا جماعة تمثيله سيء، جد سيء. بس حلو مصطفى كيف اوكي، مرته ميتة على الارض وكل شوي بنزل بنسى شغله وبرجع يطلع. اخوي انا كثير تعبان، بالله عليك ساعدني. اوه شيت اخوي، بدك اخذك على المستشفى؟ والله يا ريت والله. طب لحظه بس اغير بلوزتي. شو لا 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 هي اللي جيت. يا الله كمان مره واحد مات. ايش فيه؟ استنى شوي لحظه، استنى ان هو طلع على الدرج ومرته ميته عشان يجيب ريموت التلفزيون. يا مصطفى البس ملايز اكبر يا زلمه، لازم نشوف هالمناظر. اهم اشي اهم اشي ريموت التلفزيون، المهم نضلك ماسك ريموت التلفزيون. انا شايفك كثير متغلب، وبتعرف شو ممكن يساعدك؟ المصور. بدل ما تخليه يصور خليه يساعدك. ولا لا، هي صراحه لحظات لا تنسى في تاريخ العائله، لازم عشان لو قدام مثلا لما يصير عندهم اولاد وهيك يفرجوا الاولاد، طلعوا يا اولادي هاي لما كانت امك حتموت. كنت جايب مصور يصورها وهي بتموت، بس بعدين ما ماتت. ايوه ممتاز، هذا اللي حيخليها ترجع كويسه، انك تنفخ عليها. طلع حتى مش قادر يعمل حاله مصدوم الزلمه، مقلوب. واو، هم عم بيعملوا مكان تمثيل وما عم بيحكوا في اي فيديو من الفيديوهات انه تمثيل 100%. في اطفال مصدقين. بصراحه انا مو جاي هون اعمل فيها انه اوه لا عم تضحك على عقول الاطفال. اوه لا، بس جاي اتمسخر عليهم انه كثير تمثيلهم سيء. شو قاعدين بتعملوا في حياتكم؟ اخر اشي يا جماعه، اخر واحد افرجيكم اياه هو الذهبي، المقلب الذهبي. يس، هو صراحه اغبى واحد فيهم فخليته لاخر شيء. مقلب كريستينا في مصطفى، اكلت لحوم البشر. If you watch yesterday video how Mustafa make me so today the beautiful weather is nice and we are good you know. This meat from cow but I tell Mustafa this meat from person. عادي كريستينا. Also some people are عندهم لحم بقر لانهم بقر عادي. ف like I person ويت ميت بيرسون. للجماعة اللي بيحضروني اللي مش مثقفين ما بفهم بالانجلش، هي عم تحكي لنا انه هاي اللحمة اللي فينا هي لحمة بقر، بس بدها تضحك على زوجها تحكي له انه هذا لحم بني ادم، فبدنا نشوف شو ردة فعله الحقيقية جدا. ايه ده؟ ايه؟ بتاكلي ايه؟ الحمد لله. الحمد لله بتاكلي ايه؟ بس هيك؟ دخل عمرته عم تاكل لحمة نية. هسا بغض النظر هي لحمة ايش، هي لحمة نية. دخل عليها، انت بتاكلي ايه؟ ربنا غريب. ربنا غريب. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هذا الشيء الغريب؟ هل هذه تفاحة؟ هل هذه موزة؟ انه شيء غريب. انه اول مرة بشوف لحمة بحياتي يعني، مالك يا زلمة؟ مين؟ لحمة؟ لحمة؟ ما اعرف انها لحمة الا لما هي قالت له. والله اللحمة هالايام بتغير يا زلمة. شو السمك عرفتي فيه؟ لا لا لا. اوكي، في الاول ما كان عارف ايش هاد، بعد ما اعترفت انها بتاكل لحم نية تركها وراح يلعب مع الكلب. ايه ده؟ انت بتاكلي يا بنت؟ بصراحة في ردات فعل أحسن، يعني مش بس دائما إيه ده، لازم تضيفوا ردات فعل جديدة. خليني أنا أضيف لكم شوية ردات فعل بالمونتاج وبلكي أنتم خذتوهم في عين الاعتبار. ما هذا الهراء؟ يا هملالي. إيه ده؟ أنا مش مصدق والله. أم ولادي وحش. يا جماعة هلا سيبكم من كل شيء، خلينا نقدم الفيديو لأنه لقدام شوي بصير أشياء خرافية.
شو عملت؟ عمل ليش هذا الفيديو عليه 300,000؟ 300,000 واحد حضروا الفيديو هيك عادي جدا يعني هيك. طبعا بعد ما تحكي له ان اللي عم تاكله هو لحم بني ادم، شوفوا ردة فعله، شوفوا ردة فعله الحاتم. ايش هذا الزلم القوي اللي قاعدين نحضره؟ شت طلعه. يعني المفروض ان انا اعمل ايه يعني؟ اجي اكل معاك يعني؟ انا مش فاهم يعني. غلط غلط. ده رأيي ايه ده والله ابدا؟ طيب مجنونة ولا ايه؟ والله اكثر شيء حبيته في الفيديو الكلب. كنت كوت يا كلب حلو بس يعني برضه مش منطق البنت تصير تحاول تاكله كمية البيض اللي في هالفيديو. يعني والله ما بعرف كيف بني ادم بحضره كامل. هي في صحيح في لقطة حلوة، هو بسألها انت ليش هيك عم تعملي؟ فعم تحكي له زي مون. النهاردة القمر كامل وصارت وولفرين يعني بسبب القمر. مشكلة واحدة في هاي النظرية انه الدنيا الصبح في شباك يا جماعة، تفاهمين؟ يعني اعملوا هيك فيديو عادي بس سكروا الاباجور او ما بعرف غرفة ثانية. ضوء القمر كثير قوي عندكم. شكلهم مغيرين لمبات القمر جديد. بس انا قرفت، انا ما حجامل. هم ما حكيت عنهم اشي، هم ناس مرتبين على راسي، بس الفيديوهات بيض بيض. المشكله انهم تمثيل، يعني في التمثيل تقدر تعمل كل اشي، ما في اي حدود لا لا لابتكارك. بس هم خلص بدهم يعملوا فيديوهات بيض. احكوا لي رايكم باللي شفتوه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. احاول انزلكم كثير فيديوهات، خلص صار انزل كثير على امل نوصل 5 مليون. انا حذب حالي بس بدي اياكم بس تعملوا لايكات للفيديوهات، دعمكم الخرافي، تحطوا جرس التنبيهات. اذا ما بتعمل كل هاد كريستينا حتاكلك. يلا باي. هاي هي اغنية التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلا، هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا. تعليق من الفيديو الماضي، علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي. تعليق عشوائي.